اخبي موز في بقى كده، اخبي موز في بقى ليه شعر دقن بيطلع لجوه. حابين نعرفك ان ما بين مرحب شهر الصوم مرحب ويا ليلة العيد انستينا محطات درامية رمضانية بيتفنن فيها المشاهدين في توزيع الالقاب على نجومها. ده قول تمثيل وده وحش رياكشنات ودي حربات اخراج، اما اللي هناك ده تيس مندي الاكشن يا بن ده حبيبي انا. فخلينا نبعد عن اجواء عالم الحيوان دي، انسي الناس الزبالة دول كلهم، ونقدم لكم ملخص السعادة في رمضان على طريقة البلاد فور. مبدئيا كده في حاجتين ما بنفتكرهمش غير في رمضان، وهم الفقرة في الاعلانات والصعايده في الدراما. حتى لو متنيل شاكك انه اقول لي لا انا ما نقشك صعايده خالص خالص. وبما اني بقول ان انا صعيدي بس الصعايده بيقولوا ان انا فلاح. انت بتفكر بس ما علينا، يعني مش موضوعنا. انا عايز اسال سؤال واحد بس، كيف ضفت غفران الغريب مزهزه ومزهره وباين عليها العز، وضفت عساف به الغريب عالجزر؟ في السباق الرمضاني دايما كان بيبقى فيه مسلسل او اتنين بيتكلموا عن الصعايدة، ولكن في الموسم ده عندنا مسلسلات كتير بتتكلم عن الصعايدة، بداية من نسل الاغراب ومرورا بموسى والنمر وانتهاء بكل ما نفترق. افضل في الساحة واقف وحدك، اتفرج على ابوك وهو بيقتل ابوك. انك مصدرها والله العظيم. طبعا اول حاجه لفتت نظرنا كان مسلسل ناس الاغراب، اللي فكره محمد سامي وسيناريو محمد سامي وحوار محمد سامي واخراج محمد سامي ديكو ايه اللي بعد ما هم 8 ما تقطعنيش بقى، وبطوله مدام محمد سامي واخت محمد سامي، وفي النهايه في اهداء لبابا وماما محمد سامي. هو فرح يرحمك. والحقيقه ده يخلينا نسال سؤال مهم جدا، وهو كيف ضفت غفران مزهره ومبانيها كبرت وعمرت وضفتنا بارة؟ الحكايه بقت سخيفه. كفايه هزار بقى ونخش في الضحك. كفايه على الضحك عاد. بدايه من التترات واحنا حاسين بالاختلاف، يعني بدل ما كان علي الحجار واخد توكيل الغنى في اي مسلسل صعيدي، دلوقتي بقى فيه تامر حسني. والصراحه يعني مع احترامنا ليه، صوته لما بيخش على اي مشهد في المسلسل ببقى مستني حد يقول صحاب السقا يطلعوا معانا على الاستيدج. ذبحوا الاصول لاجل الوصول، دول كدابين زفان تكسر مفروض كده ولا كده؟ أنا كده وأنا كده. المسلسل بيناقش قضية ناس كتير ما اتكلمتش عنها، وحابين نحيي صناع العمل عليها اللي هم الأستاذ محمد سامي يعني، وهي قضية الطارد. إيه؟ أصل مش معقولة يعني نعمل قصة عن الصعيد وما نتكلمش فيها عن الطارد. ده حتى تبقى قفلة مش حلوة. ده الصعايدة لازم يعملوا فيش كل فترة يعرفوا عليهم طارد ولا لأ يا جدع. سليمان أنا شفت كتير. نرجع للمسلسل اللي طرفين الصراع فيه متمثلين في احمد السقا اللي مقفل سنانه ألمونتال وخارج من السجن بعد ما قضى 20 سنه، وده بسبب قتله لنص عيله امير كراره. انا لله وانا اليه راجعون. وهو الطرف الثاني من الصراع اللي ما سكتش وقتل نص عيله احمد السقا. انا لله وانا اليه راجعون. والغريب بقى ان هما من عيله واحده. امال لما الباب بيخبط عندكم مين بيفتح يا عم؟ وده خلانا نسال سؤال مهم جدا، سؤال لولبي يعني ما تسال يا كيف ضفت غفران يا نهار اسود. المهم غفران سكتش وخلصنا، لا ده اتجوز مرات عساف اللي هي مي عمر واخد ابنه يربيه. تاكل غزل البنات؟ يعني عايز كشري. واحمد السقا ما سكتش وراح خطف ام امير كراره. فكروني بنكته مره اتنين فلاحين بيلعبوا شطرنج، واحد قتل التاني الفيل فقام التاني سميله البهايم. انا توت وانا كمان. طب اضحك. اهو النكته دي بقى هي الحبكه الدراميه للمسلسل. المهم بعد كل الخناقات دي امير كراره راح يدي فرنشاه للاسد بتاعه وقعد يبرق في القصر. بتهوبن خواتنا مش لايق اللي انت بتعزفه ده. المسلسل فيه مشاكل كتير من حيث الملابس واللهجة والاختيار غير الموفق لبعض الفنانين والسيارات الفارهة، غير الخناقات التي لا تموت الخناقات الصعيد بصلة. احنا هنا ما بنشوفش بعض من العفرة في الخناقات. بتتخانقوا مع جمال ولا ايه؟ ممكن تضرب صاحبك اللي معاك اصلا وانت مش واخد بالك. ايه اللي جاف رجلي ده سفيه؟
بس الناس كلها كانت بتتساءل ازاي دياب دخل شرطة في وسط المشاكل دي، وكانوا ناسيين حاجة مهمة جدا، ازاي بقاله 20 سنة متخرج اصلا ولسه رئيس مباحث. ما عليك من دي، مي عمر اللي رفع قضية وطلقوها من جوزها اللي هو عساف، ازاي طلقوها وهي المفروض وقتها كانت قاصر اصلا، يعني المفروض يتحبسوا كلهم. نسيش تلمي الزروطة اللي انت عملتيها دي. بس في وسط كل ده بتلاقي نفسك عايز تتفرج على المسلسل ما تفهمش ليه، هو في حاجة كويسة يعني وانا ما اعرفش ايه بس انا بتفرج. ليه ما اعرفش؟ عموما المسلسل في النهاية بيوصل فكرة مش كتير ممكن حد ياخد باله منها، وهي ان الصعايدة يقدروا يتكلموا فرانكو عادي جدا. عادش انه جاي العساب. مالك ايه؟ الناس دي كلها جاي الغفران بيه الغريب. خلاص. والمخرج محمد سامي كان اعلن ان داش واحمد مالك قضوا يومين في الجونة عشان يعملوا معايشة للشخصية. كيفك يا فان؟ زعلان مني كان؟ مش تدلع علي. الله، ده احنا ولا بلد واحد. ولكن لما ركزنا لقينا ان كل ده لا يقارن بما تفعله الفنانة ريام حجاج اول صعيدي بلوند بقصة بيقتل الناس بحزم البقدونس في مسلسل انا مش فاهم قصته اصلا ولا ايه الهدف منه، بس ربنا يوفقهم يعني. ربنا معاك. ومن نسل الاغراب نروح لموسى. ومحمد رمضان السنة دي مختلف شوية. بص هو مش مختلف قوي يعني، هي رحلة الصعود وحبكة الانتقام اللي بياكل بيها عيش في كل سيزون رمضان. يا عم مصلحة بنجيب بنعمل لمين؟ بس المرة دي بقى محطوطة في القالب الصعيدي، وبدل ما كان مثلا بينتقم عشان حبيبته او عشان اهله، هو وفر على نفسه وقال يخش في الليفل الاخير وانتقم للبلد كلها من الانجليز. بس بغض النظر عن تكرار ادوار رمضان، الخطوات دي مش عليها نجوم كبار زي عادل امام اللي كان سر نجاحه وهو تأدية دور البطل الشعبي اللي بيطلع من الطبقة الشعبية وبيبدأ رحلته اللي بتبقى محطتها الاخيرة في المجتمع المرفه، وحصلت في افلام كتير زي اللعبة مع الكبار وطيور الظلام والواد محروس بتاع الوزير وافلام تانية غيرها. عارف فيلم اللص والكلاب؟ طبعا انا ما بعملش مقارنة ما بين رمضان وعادل امام، ده يعني لقيت تتقطع ايدي اصلا لو وصل لك كده، ولكننا بنشرح المنهج اللي ماشي عليه رمضان واللي ماشي عليه نجوم كتير عظام قبله مع فرق الخبرة الكبيرة طبعا. بالإضافة بقى لأن فكرة تكرار الشخصية في الأعمال مش دايما بتكون سيئة أو إفلاس. واحد زي نجيب الريحاني مثلا اللي كان من رواد المسرح والسينما في الوطن العربي، أغلب أعماله كانت بتقوم على شخصية الموظف الغلبان واللي كان بيقدمها بطريقة كوميديا خفيفة محدش كان بيزهق منها. ده أيام العصر الجميل. ده غير الحاجات اللي بيعملها رمضان، وهي إنه بيحط نفسه في حالة من الجدل العام، عربيات وأغاني اللي بيستخدمها في تصدير صورة إنه نمبر وان، والمافيا والسلطان وأي اسم ينفع يطلع على محلات الكشري. اعتقد الكليب الجاي هيكون ابو طارق، ودايما الاغاني دي بتفتح حنفيه غضب عموميه من زمايله في الوسط ومن الناس، الا ان اللي بيعمله ده مهما كان هو دعايه له بشكل سيء شويه، وهي صوره المغرور او المتعالي الا انها تظل دعايه برضه. وفكره عمل براند اويرنس وربط جمله نمبر 1 باسمه ده شيء الى حد ما ذكي. ونسيبنا من رمضان دلوقتي بقى ونروح لمحمد امام في مسلسل النمر واول صعيدي بيلعب باركور، لكن شهادة لله بقى هو احسن واحد فيهم بيتكلم صعيدي لحد دلوقتي. عملنا لكم حاجة؟ اصل مفيش اصعب من كده بقى. والمسلسل مشدود وبينقلك من الاحداث بشكل سلس غير المغامض شوية، واختيار الممثلين كويس الى حد ما. المسلسل بيحكي عن رجب اللي كان في مطاردة لسبب غير معروف وبيهرب على القاهرة عشان يسافر من هناك لبنان، فبتخبطه هنا الزاهد بنت احد كبارات الصغة بعربيتها، وبغض النظر عن مشهد الشخص اللي بتخبطه العربية فبيفقد الذاكرة واللي بيتعمل من سنة 1960 تقريبا. علي الكسار عاملها قبليهم سنة 1911. بتنزل هنا الزاهد من العربية عشان تطمن عليه وبتسأله كيف ضفت غفر؟ المهم محمد امام بيفقد الذاكرة بقى وبتتولى الاحداث وبتبقى عايز تفهم ايه اللي هيحصل، وكل ما تحس انك هتفهم تلاقي الموضوع فيه حدث جديد. يمكن الدور شبيه شوية بشخصية هوجن اللي قدمها قبل كده، وهي البطل اللي محدش يعرف يضربه، ولكن متقدم بشكل احسن شوية. حبيبي هترجع يلا. والقصة برضو تعتبر احسن. حبيبي اخلص. ويمكن الايام الجاية تثبت كلامنا او تثبت عكسه، محدش يعرف، بس اللي عرفه ان اللي بيحصل مع الصعايدة في الدراما لا يرضي صعايدة ولا فلاحين ولا سكان مدينتي حتى. ينفع ده علي بيه؟ صح برضك؟ خلاص يا عمده احنا انت اجنبي ما تفهمش سيل والبلد دي. وفي النهايه نرجو ما تكونوش قطع كسح كسل، وتعملوا لنا شير ولايك وسبسكرايب في اليوتيوب، وتنزلوا في الكومنتات تحت تقولوا لنا كيف ضفت